يسعدني اليوم حقيقة أن أستقبل حضراتكم للتداول والبحث وإطلاعكم على آخر التطورات في العراق وفي المنطقة، وهذا أمر مهم لنا جميعا سواء من دول المنطقة أو من الدول الصديقة. ودعوني أولا أن أشكر دولكم حكومات وشعوب للاهتمام والدعم الكبير الذي يتلقاه العراق في جميع ظروفه. إنكم تعلمون أن العراق خلال 40 سنة الماضية عانى من حروب كثيرة، عانى من 3 حروب أساسية وكبيرة دمرت بناء التحتية، عطلت التنمية فيه، خربت مؤسساته، ولعله في مراحل عديدة كان جزءا من الأزمة في المنطقة، لم يكن دائما جزءا من الحل. لاحقا تعرض العراق إلى هجوم لعله أشرس من كل الحروب الخارجية والداخلية التي عانى منها، وهو حرب الإرهاب عليه بدءا من القاعدة إلى داعش. وصلت داعش إلى أبواب بغداد وأسست دولة مزعومة ضمن تعقيدات أيضا محلية وأقليمية ودولية. داعش لم تأخذ هذا البعد فقط لأنها كانت تمارس العنف، لكن في أحيان كثيرة داعش أيضا استخدمت كورقة تكتيكية في السياسات سواء داخل الدولة أو بين الدول، والجميع يدفع ثمن ذلك ودفع ثمن ذلك. والحمد لله الآن الجميع يقف ضد الإرهاب ويميز بينه وبين المعارضات السلمية أو المعارضات المحلية الموجودة في الدول. الإرهاب شيء آخر يختلف عن أي شكل آخر من وسائل التعبير عن الرأي، وهذا الإرهاب لا يدخر أحد في العالم. لذلك شهدنا هذه الوقفات الصديقة مع العراق والوقفات التحالفية مع العراق لرد داعش. انتصرنا على داعش وكان انتصار حاسم وقوي وأساسي والجميع شارك فيه. أولا في العراق أهم عنصر للانتصار كان الوحدة العراقية، الجميع بدون أي تفرقة وساهم في المعارك، الجيش العراقي والشرطة والحشد والبيشمركة والشعب، وأي إنسان أي شاب كان يستطيع التصدي والمواجهة واجه داعش وقاتل ابن الجنوب في أقصى الشمال وقاتل ابن المناطق الغربية في المناطق الشرقية بدون أي تفرقة، لأن العدو واحد والتهديد واحد، الخطر واحد، وكان يجب أن يكون الانتصار واحد. فالحالة الأمنية في البلاد حالة مطمئنة جيدة قوية ممسوكة، وبيدنا المبادرة ونتعاون مع جميع الأصدقاء من دول الجوار والدول الحليفة في مشاريع بناء العراق، بناء قدرات الأمنية وبناء قدرات المسلحة، وأيضا التباحث في أوضاع المنطقة. العراق استطاع خلال السنة الماضية أن يتقدم في علاقات الخارجية برؤية تختلف عن الماضي. لعلنا في الماضي كنا نسعى لحل الخلافات مع الدول قبل أن نفعل المشتركات. منذ مجيء هذه الحكومة قلبت هذه المعادلة وجعلت المشتركات هي الأساس لإقامة العلاقات. هذا سمح للعراق خلال الفترة الماضية حقيقة أن يصبح جزءا من الحلول، جزءا من الحل. ولاحظت بسرعة كيف أصبحنا نشترك في كثير من الأمور التي يتخاصم فيها الآخرون.
لا نتدخل في شأن الآخرين ونرفض التدخل في شؤوننا، مع الاعتراف أن 40 سنة من حالة أزمات متكررة وحروب متكررة تركت كثير من الثغرات في أوضاعنا المجتمعية وفي أوضاعنا السياسية. لم نصفي كل شيء، لكننا نسير نحو تصفية مثل هذه الأمور. خلال الفترة الماضية لم ينشغل العراق حقيقة في بناء نفسه، الحروب تدمر من جانب، والإرهاب والفوضى لا تسمح له بالبناء من جانب آخر. فالجهد الاقتصادي والجهد الخدمي أمر واقع أصبح حقيقة في غياب، لم يصرف عليه الوقت الكافي رغم أن صرفت عليه أموال كثيرة، لكن هذه الأموال لم تستخدم بالشكل الصحيح، إما كانت سرعان ما تدمر وتتلف بسبب التخريب أو الفساد أو عمليات الإرهابية، أو أن الظروف لا تسمح لها بالاستمرار. لذلك تلاحظون في العراق لدينا آلاف المشاريع المعطلة، نبدأ بها ثم تتوقف لمثل هذه الأسباب التي أذكرها. إذن جانب الخدمات وجانب الاقتصاد، جانب الوظيفة، جانب العمل، جانب النمو الاجتماعي، كله أصيب بضرر شديد وعراقيل جمة. اعتماد العراق الرئيس هو على النفط، النفط يشكل حوالي 90% من موازنة العراق، وبالتالي لا يمكن أن يغطي حاجات الجمهور العراقي. نسب النمو السكاني في العراق من النسب العالية في العالم، والعراقيون يزدادون بمعدل 1,000,000 نسمة سنويا، معنى ذلك أن أعداد مئات الآلاف يدخلون سوق العمل سنويا، والاعتماد فقط على القطاع العام في الدولة الذي يمول مباشرة من موارد النفط هذا لا يكفي، بالعكس هذا يؤذي، لأن ينتج لنا دولة مترهلة، دولة فيها كثير من الحواجز والبيروقراطية، وبالتالي يجعل الدولة نفسها غير منتجة أكثر مما هي دولة خدمة عامة. فهذا يؤدي أيضا إلى نقص الخدمات وعدم تحقيق الخدمات التي ترضي الشعب، مجاري، مياه، مساكن، طرق، مستشفيات، مدارس، كل ما له علاقة بالحياة اليومية، إضافة إلى التعقيدات في المعاملات، التعقيدات في الإجراءات، واستمرار ما يشجع على الفساد، خصوصا العملة الورقية وعدم فعلا الاعتماد على النظم المصرفية. بعد تحرير العراق من داعش، كل الأنظار بدأت تتوجه نحو الخدمة والاقتصاد. عانينا خلال الفترة الماضية من ضغوطات شديدة وهي مطالب حقه، لذلك تلاحظون اليوم مظاهرات لا أحد يدين المظاهرات، الكل يقول هذا حق، حق الناس التعبير عن رأيها، ونحترم هذا الحق بشكل كامل، والقوات الأمنية تنزل إلى الشوارع لحماية المتظاهرين. ومرت فترات طويلة ومظاهرات بالمئات بالآلاف في كل مناطق العراق كانت دائما تحمى وتحترم ويسعى إلى التفاوض معها بشكل مباشر. الحياة تأخذ مسارات طبيعية، لكن ضغط السكان، ضغط حاجات السكان، عشرات مئات آلاف الخريجين لا عمل لهم، الجامعات مستمرة في التخريج لكن قدرات الاستيعاب غير متوفرة. الطريق الوحيد للاستيعاب هو الاستثمارات، هو المشاريع، هو الشركات، هو استثمار رؤوس الأموال الوطنية ورؤوس الأموال من الدول الأخرى. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يفتح مجالات الاقتصاد. لذلك داخليا بدأنا بسلسلة من التشريعات لتخفيف كافة الإجراءات والضغوط التي تمنع من الاستثمار، واعتبرنا أن منع الاستثمار ووضع قيود أمامه بسبب بيروقراطية الدولة
أو الإجراءات الموروثة من نظم كانت نظم مركزية وشمولية تقيد كثيرا الحركة. وأصبح الثقافة خلال 40 سنة الماضية أن التشبث بهذه التعليمات وهذه الإجراءات فساد لا يقل عن الفساد السلبي الآخر. لذلك نحن نتفهم تماما مطالب شعبنا في المظاهرات. نعم حصل تعسف سواء من القوات الأمنية أو من بعض المتظاهرين. شكلنا لجنة كاملة فيها كل الأطراف، فيها كل الجهات المسؤولة في القوات المسلحة أو في الجهات المدنية، فيها تمثيل من مجلس النواب، فيها تمثيل من منظمة حقوق الإنسان، وأعطينا رئاسة اللجنة إلى وزير مدني، لم نعطي اللجنة التي تحقق إلى وزير عسكري أو إلى وزير لا يعرف السياقات، وإنما أعطينا المسؤولية إلى وزير، وأعطينا هذه اللجنة كافة صلاحيات رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة لاستدعاء من يشاءون، للتحقيق مع من يشاءون، لفتح أي ملف يمكن أن يكشف المسؤولية عن أي خطأ مهني أو متعمد من أي طرف كان، من أي طرف سواء كان من المتظاهرين، من القوات المسلحة، للتحقيق ومعرفة المسؤولين الفعليين عن وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا الذي نأسف له. ونشكر دولكم وحكوماتكم التي أرسلت برقيات ورسائل تضامن مع الشعب العراقي ومع ضحايا الشعب العراقي. نشترط أن تكون تظاهرات سلمية، لا تكون تظاهرات غير سلمية، وأعتقد هناك اتفاق وطني عام على أن تكون سلمية. البعض يحاول استثمار المظاهرات لأجندات غير صحيحة، هذه سترتد على من يسعى مثل هذه المساعي سواء كان متوهم أو سواء كان له أجندات خاصة به، هذا غير مقبول. المظاهرات السلمية هي كالفضائيات، هي كالأحزاب، هي كالصحف، هي جزء من حرية التعبير، نحترمها. نأسف أن أحياناً نضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات كغلق الأنترنت أو غلق بعض تطبيقات الأنترنت لأن يستخدم حقيقة من جهات كثيرة وأغلبها موجودة خارج العراق للتأثير بموضوعات غير صحيحة. نحن لم نكن نمتلك قوات مثلاً التعامل مع حالات التظاهر. القوات المسلحة تعرف تتعامل في جبهات القتال، ما تعرف تتعامل في الشوارع أو تتعامل مع الجمهور. فبالتالي الآن أسسنا قوات حفظ القانون، وهذه قوات متخصصة مجردة من السلاح الحي، لها أساليبها في حفظ الأمن والنظام. والقوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن تبقى بعيدة عن المسرح حتى حقيقة نمنع حصول مثل هذه الأحداث. فبالتالي احنا نتخذ الإجراءات ونحاول أن نصل إلى كافة الحلول الممكنة. فأنا أطمئنكم أن هذه هي الإجراءات الماشية. الحكومة ستستمر في سلسلة الإصلاحات الموجودة، ستعرض على مجلس النواب سلسلة من القوانين، ولعل أهمها تأسيس مجلس الإعمار الذي هو مشروع مهم للدخول في نطاق المشاريع الكبيرة وإعطائها كثير من الاستثناءات والامتيازات لتسهيل عمل المشاريع الكبيرة خارج سياقات البيروقراطية للدولة، لمؤسسات والوزارات وغيرها من القطاع العام. كذلك سلسلة كبيرة من المشاريع لابد أن تتابعوها، وأيضا نحاول أن نحسن البيئة السياسية في البلاد.